نبدا بقى بالمدير الفني الكابتن سامر عبد الرحمن. كابتن سامر، بطوله 2006 بطوله صعبه، لكن الكره الحلوه اللي قدمها السنه دي فريق 2006 حسسنا ان البطوله ممتعه. زعنا مباريات كتير هنا، كانت دايما افكار الكابتن سامر عبد الرحمن متنوعه في كل المباريات، مفيش طريقه واحده بتلعب بيها، لا كذا طريقه، ولعبتك ما شاء الله فريق بيمتلك مواهب حقيقيه. من بدايه فتره الاعداد يا كابتن اسامه بنحاول نزرع في اللعيبه الالتزام والانضباط وروح النادي الاهلي، متمثله طبعا في اللعب على الفوز في كل البطولات والمباريات. قدرنا ان احنا نعمل فريق مميز. استراتيجيتنا دايما بنلعب على الفوز، دي بتتطلب طبعا مجهود كبير جدا جدا وتكتيك متغير، واللاعبين جاهزين طول الموسم، تعرضنا لمواقف كتير طول الموسم، فكان عندنا لاعبين قدروا ان هم يعوضوا كل الظروف اللي احنا تعرضنا لها من اصابات لايقافات لامتحانات. الحمد لله اللاعبين كانوا على قدر المسؤوليه، فاجئوني بصراحه بالسن ان هم في سن صغير وقدروا يطبقوا التكتيك الصعب اللي اشتغلنا بيه طول الموسم. ادينا بكذا طريقه، ادينا بكذا طريقه لعب، ادينا بكذا تكتيك، فبشكرهم، بشكر اللعيبه على المجهود طول الموسم. الحمد لله ربنا خلى مجهودنا ومجهودهم بالفوز والبطوله في اخر الموسم.